شرق الغرب ولين أصل في المحيط. يعني هنا بس بدي أورد فكرة، ترى النيل، نيل نهر عظيم وحلو، لكن ما يقارن بالأمازون. الأمازون من الأنهار الغريبة العظيمة اللي تجي فيها. بعد هذا طبعا جينا بنهر دجلة والفرات، هذه منابع هذه النهرين، تركيا، تركيا وسوريا والعراق في حوضي دجلة والفرات. بعدين تقدر الموارد المائية السطحية بحوالي 350 مليار، النيل 84، الفرات 30، ودجلة 40، ويوجد 3 أحواض رائية. هذه هي اللي بدي أقولها بالنسبة للأنهار. نهر دي بلا إدارة كبيرة، مصر والعراق وسوريا يعني في عندهم علماء حلوين في هذه الأشياء، لكن لابد أن هذا لابد لها من شيء يسندها حتى تقدر تأخذ فيها. لأنه حتى إذا تملك شيء ما تقدر تجيبه يصير صعب مداره، فبالو الأشياء دي فيها. لكن نهر النيل زي ما قلنا كان يمد أنبوب السلام، أنبوب السلام المياه اللي تدخل فيه من تركيا، مياه ليس تركية لكنها مياه تركية سورية عربية بالإجماع. المياه دحين اللي بتوفر أثيوبيا بهذا ليست مياه أثيوبية فقط، كم ما عندي نسب. أنا محمد علام يمكن يعرفوه الدكاترة، زميلنا وحبيبنا عالم من علماء العالم المتميز في المياه. المياه اللي تأخذ الآن في أثيوبيا برضو أكثر من نصيب أثيوبيا قد يكون، فكلها كثير جدا. فهذه بلا إدارة، ودائما ضعيف تبكي عليهم عندنا، يقولون مثلا ما عليه سامحوني في الكلمة إحشان عندنا. بعدين النوع الثاني المياه الجوفية المتجددة، المياه الجوفية المتجددة هذه الأوبن اللي تحت الصحراء عندنا في العالم العربي كثير موجودة. عندنا قسموها إلى 3 أقسام في حق النوبة بين مصر وليبيا، زين لاحظ عندنا مشتركة. المشتركة هذه بعد ساعة تدخل كده حساسية، الدكتور صرق لي يا ما رحت في لجنة هنا اثنين الذابحوا عشان بير ولد عم لبات أخوان حط بندب شوية شو ولدنا جوا إيش المشكلة؟ قال أخذ المحب. طيب ولد الحين ورد الماية، والله بس دكتور الرجال عشان الماية دي. فهذه وعد تصير على مستوى فرد، بعدين تصير على مستوى عشيرة، بعدين تصير على مستوى دولة. فالأشياء برضو تحتاج الإدارة الحكيمة إنك سير فيها، ويا ما تماسك بالعيال في سوريا وبين سوريا والعراق وبين سوريا والكويت وبين سوريا عندنا دحين في مشكلة كمان في المياه الجوفية المتجددة. هذه ما حد بيتكلم عنها. مين بيتكلم عنها؟ الأمم المتحدة والدول الغربية للأسف. ودعيت إلى 3-4 لقاءات، اثنين في لبنان وواحدة في أسبانيا واثنين في مصر مع زميلنا الأستاذ المتميز محمد جميل عبد الرزاق الهيدرولوجيست بديع الله، فقدته هذه الدولة وفقدته هذه الجامعة، ودحين خبير في الأمم المتحدة ودحين نقل لجامعة ثانية، يعني أصبح خبير عالمي. كان نفسي أنه ما يغادر هذه الجامعة، ولكن شوف هذه الأشياء فيها كميات كبيرة، لكن عيبها أن يبغى لها إدارة حلوة. عندنا بس عشان في المملكة العربية السعودية برضو عندنا 4 أشياء دكتور قال لي، لكن ما عندي وقت أتكلم عنها بالآن، يبغى نتكلم ولين أصبعين. فعندنا هذه الدمام ووجد والوسيع وطرمة والمنجور وأم الرضم أو أم الرضم ناس يسموها، هذه عبارة عن خزانات جوفية أسفل تبلغ دكتور المسيوني أستاذنا فيها يتكلم عن أشياء فيها. توجد أحواض أخرى فرعية تنتج كميات من المياه بحدود حوالي 15 مليار متر مكعب. هذا نصيب الفرد، بلكن قديما ومستقبلا الشيء اللي بيقولين في الدول العربية أنه بيتناقص. شوف كان 3500 الآن 667 في عام 25 ما هو بعيد، وأنا أتوقع أنه يكون أقل من كده لأنه ما في إدارة. أنا أتوقع يكون أقل من كده بكثير، ولكن الله نعم. لا الفرد، هذا الفرد الحين اللي يقصي تأمرنا دكتور، هذا أستاذ ولدي له فضل علي وعلى ولدي، فلازم نتوصاب وشوية سامعنا على تلاميذ ايه كيف هو استهلت. المياه التحلية، مياه التحلية زي ما قلنا في دول الخليج ما في غيرها، تحلية لها مشاكل كثيرة على رأسها كوست. ناس كثير هنا أنس مدني بلكن بدع فيها زميلنا في كلية الهندسة، الكوست السبسيدايد، الكوست لكن لما يكون سبسيدايز لما تيجي سعر، يعني أنا استحي أهري هنا في كلية الاقتصاد عند الأشياء متكلم عن السعر الدولي للبترول وتحسب تكلفة هذا هي مرتفعة جدا، لأنه عندنا البترول بياخذوه تقريبا بلاش. الأرض عندنا
بلاش. في أشياء كثيرة الدولة جزاها الله خير وأعزها المؤتة التحدي اللي بتجي يعني بلكي إن إحنا نسلم فيها واحد من ألف، ما أقول واحد من 100. أنت لما يكون بعشرة هلل والترك هذا، ترك هذا 10 متر مكعب، فالترك تجيبه مليان موية تشتري بريان. البيبسي سعر بريال ونص دحين، كان بريال سعر بريال ونص. فالتكلفة عالية جدا. الرجيع حقها له مشكلة، لأنه الرجيع له مشكلتين: الحرارة، منطقة اللي بتكون فيها الموية منطقة من آلاف السنين والفة على موية، درجة حرارة ما ترجع له موية حارة، لخبط لها السيستم حقها اللي ولفت عليه من آلاف السنين. الموية مالحة، لأنه يعني بتفصل منها ترجع يسموه براين، يسموه براين، تنزل برضو بسوي مشكلة فيها. في الآلة هذه بالنسبة للآلة نفسها، وهي آلة، الآلة معرضة للخطر، معرض الناس المجانين دحين ده يدخلوها يضربها يحبها، معرض نفس المياه حقتنا، مياه البحر، مياه الخليج للتلوث، خاصة في منطقة الخليج وحد البحر الأحمر وإن كان أقل، منابع بترول فيه، الناقلات تمخر عباب البحر ليل ونهار، هذه كل لازم تصب زيت شوية. أكثر واحد بحث جميل متميز في الإمارات العربية أخذوا من الخليج على بعد في البحر الأحمر، تقول المنطقة اللي تمشي فيها البواخر دي كمية الزيت فيها أكبر، هي بعد ساعة هرعية مما لا، وهذا بيزيد، هذه المشكلة الرئيسية يزيد، لأنه زي ما قلنا الأمن يلوك أهيد، so when you look ahead you have to take care of these things. هذه كمية المياه المحلاة حوالي 50% في المملكة في دول الخليج العربية. مياه الصرف الصحي أنا بصفة عامة، حتى هذه 12 مليون ما أدري من فين جابوها على الساعة الثانية. أنا الصرف الصحي في دول العالم العربي ما في صرف صحي، لأنه ما في شبكات إلا في الدول الغربية، دول المغرب العربي، تونس والجزائر اللي هم الاستعمار الفرنسي. استخداما للصرف الصحي، حتى المياه اللي تستخدم في الصرف الصحي ليست معالجة، هذه لها مواصفات عالمية، ما تقدر تكون موافة تستخدمها، لها مواصفات عالمية تمسكوا. عشان كده سووا مشكلة مع الأرسنك في زمزم، له مواصفات تحطها، بتقرأ المواصف اللي هنا موجودة تجاه في مواصفات تمشي عليها. المواصفات حقت الصرف الصحي تبقى تستخدمه في القطاع الصناعي ما تقدر تعمله، كانت دوت لايك ذس، ما تجي في بارك تحط الموية حقت الصرف الصحي، نو ذير از نو واي فور يو تو اتس illegal. عشان كده تسمع عندنا مع الساعات المشاكل الصحية في كل الدول النامية، والله سبحانه وتعالى. وهذه برضو تحتاج إلى إدارة، تحترم مو بس تكلفة، إدارة تحتاج، هذه الكلية محتاجة في كل قطاعات، محتاجة إلى إدارة فيها. تقدر كميات الصرف الصحي، هذه قلنا فيها، هذه كميات الصرف الصحي في دول الخليج، وأنا ما أعرف مدى صحة هذه. من الأشياء برضو الملفتة للنظر إن تشوف معالجة المياه الصرف، مياه المعالجة الصرف الصحي في الإمارات 160 مليون متر مكعب، يعني وفي الكويت 182، يعني تجدها في عمان ما فيها مرة، المملكة العربية السعودية رغم كبرها برضو أقل من ذيك. نبغى قهوة. الطلب على المياه طبعا عندنا زراعي ومنزلي وصناعي وتجاري، هذه برضو الدول الأمم المتحدة قسمتها مشرق عربي والمغرب العربي والإقليم الأوسط كلها فيها. شكرا جزيلا. أتكلم عنها هذه الحطة وبعدين جدول كمية المياه المتاحة من كل واحدة فيها، أنا ما بدي، لكنها موجودة في ورقة علمية أعطيتها لزميلي أستاذي عندي. نو شكر، ما تشكر. هذه كلها يعني ما بدي أناقشها، تأخذ وقت طويل، لكن برضو تعطي فكرة عن كميات المياه استعمالات المياه في الوطن العربي. الزراعة تأخذ 87، هذا يدل عندنا القطاع الصناعي يعني ضعيف على قده، عندنا في الصناعة 7 زي ما قلنا، تصنيفها بالنسبة لليابان لهذا فيها أشياء كثيرة موجودة فيها. الدول العربية بتعطي طعم هنا مقارنة بين الطلب والمتاح، لكن سموا العرض أخوانا الاقتصاديين. أنا كتبت عشان كتبت بلكي مقال المتاح ويتضاءل والطلب ويتزايد، استخدمت هذه مزارة فرنسي. هنا لما حسبناها كلها كان في العالم العربي كان الاحتياجات أكثر من المتاح، لكن لو تشوفها من زمان في مصر، اللي يعرف مصر الرشيد والقربي في رأس البر
كانت كميه اللي تصب البحر انا اعرفها وانا صغير كميات كبيره. الحين ما في الحين توتالي ما فينا من الزملاء المصريين اللي كانوا معنا اساسا توتالي دراي اللي بالصب الحين صار صحي. هذا بيوريك انه العمليه صارت عكسيه وصارت ديماند ماتش مور ذان. وهذه الاثنين ممكن تسويها 10 كاتب كل ما شيء فيها. فعندنا العرض والطلب مكه المكرمه ونموذج انه ما يعني ما ارضى اعطي اشياء كثيره. هذه الاعداد انا متاكد منها لانه انا حسبتها بنفسي وسويتها فعندي فن منها. ففي عندنا في مكه المكرمه هذا الطلب من سوينا له بروجكشن ديماند موديلنج فين كان. انا سعدت بالعمل هنا مع الدكتور فاروق الخطيب مع الدكتور عز دياب الدكتور احمد مزياجي مع الدكتور با مخرمه كلهم اساتذتنا دولة اشتغلنا فيها كبيرة. شكرا. خلاص خلنا نقول مو يقول لي لا تنو الدكتور اريني هو ايه ايش سيري طيب جزا الله خير. لا سلامتك انت سيد المجلس سعادة العميدين. نعم هنا عندك الطلب وعندك المتاح. المتاح العرض نعم هذه الامور الثابته اللي عندهم فيها. هذه حسبت من بالنسبه لمكه المكرمه اللي جاي عندنا على التحليه وعلى مياه جوفيه في وادي فاطمه وادي نعمان وادي ملكان. وهذه الاشياء انا اشوفها ثابته هي حتنقص. تعرف ليه بتنقص؟ لانه تلوث. ريحه القهوه جميله. هنا العز باين. This is we talk in an economics هنا مع سؤالنا. العز هذا يكبر. العز هذا يكبر برضه يباله إدارة. يباله إدارة من الفلوس اللي هنا. العز مقابل أسباب. وباله موارد. كيف؟ ما لا شك. يعني الموارد الحمد لله موجودة إن شاء الله. ها؟ طيب. واحد سألني قال لي إيش أسبابه ده. أنا أعتقد عدد السكان برضو سألة رئيس الجلسة الموقر تكلم عنه. عدد سكان الدول العالم العربي الحين 340 مليون. It's a good number. It's a big number. الهجرة من الريف إلى المدينة uncontrolled. دي أتكلم عن هذه النقطة الهجرة من الريف. في وادي فاطمة أعرفه طيب أنا وأعرف بلدانه وأعرف كان واحد من الوادي من دولة حسين ودولة حسين. كان استخدام الفرد عندنا وانا صغير 20 لتر في البرقة وفي الجموم وابو عروة وبرصندة والبحرين كل هذه قرى هناك عارفة بالضبط 20-30 لتر في اليوم للفرد. عندنا في جدة 300. فالناس اللي بيجي ترى مو بيزيد في عدد السكان بيزيد في استخدام الفرس عدد الدكتور. يصير الفرد اللي في جدة يستخدم زي 15 فرد في الوادي أو في قرى. بلكن دحين في الوادي كمان مو 20 بلكن صارت 40 لكن ماذا 50 ها؟ فالعملية في عندنا 2 dimensions. في عندنا dimension الزيادة الطبيعية للسكان وفي عندنا dimension ثاني اللي هو تغير استخدام الفرد بالنسبة للمويه. طبعا هي الإدارة غير المتقنة للقطاع المائي التلوث الكبير. التلوث الكبير واحد يقول لي كيف غيرت على هذا؟ في عندي كان مورد مائي ممتاز أصبح غير مورد ما أقدر أستخدمه. ما أقدر تستخدم المنجور في الرياض أكوفر في مياه ما يعلمه إلا الله. لما جو حطوا البيارات غدا الآن نادى حينا في لما كنت مستشار في وزارة الشؤون البلدية القرية 14 سنة أسكن النسخة كثير عينات كل شيء تسكر لي سكر ما في عندهم جواب غير سكر لي ما في أدرس what's going on guys here no. فعندنا وادي نعمان أسفل وادي نعمان مع الأمير مايد الله يسكنه الجنة قفلناها 100 مرة يفكوه في الليل طلب خلي بالك هذه إيه ولا خاف أروح لحالي يفكوه إيه عيال ما عندهم لعب they mean it when they say so فعندنا وبعدين هنا خلينا بشدة العرض شدة الطلب ملي البير خلي الواي تبيعه ب 400 ريال ب 500 ريال رايقين السين هذي يقول له عقله جرب مرة كده مرة يوقف واحد برا يتفك البير فكر كبير في آبار سبب هذا هو صارت عندنا موارد كثيرة المنجورة عندنا فادينا ما أما في إنا لله من الباحة وحدر عندهم المنطقة صخرية جبلية مس كبل ما قدر يحفر بيارة يقوم يكبل الموية الوسخة حقته في البير
والبير عنده من الشغل غاد الدنيا كلها. فأخذ